كل الخبرات موجوده في الجنوب. وانا بشكر رؤساء القبائل وزعماء القبائل بتوع سينا النهارده يوم النهارده عيدهم، النهارده اول مهرجان ليهم، وكل سنه وانتم طيبين وكل فن وانتم طيبين، والفن هو عوده الروح. لأول مرة يشاركنا مش بس فنه، مش بس احترامه لزمايله، لكن كمان بإدارته. وعلى الهوا كده زنقناه في الإدارة، الفنان القدير نجم المسرح والتلفزيون والسينما عبد الرحيم حسن. شفتوني وانا طالع؟ مساء الفل على الناس كلها، الجمال الحبايب. اولا احب ارحب بضيوف مصر من الدول العربيه، رغم ان انا بقولش ضيوف، ما بحبهاش الكلمه دي، هم اهل وهم في بيتهم، لان انا شرفت بالمشاركه في المهرجانات في العديد من الدول العربيه، كنت هناك من الاهل وبيتي. اهلا بكم ومرحبا، ويسعدني في بدايه المهرجان وشرف لنا جميعا ان يكون ضيف الشرف في المهرجان فلسطين. كل التحيه والتقدير لوجه فلسطين. تحيه اخرى واجبه بعيد بقى عن الفن والثقافه والرشاقه اللي انا طلعت بيها دي، لا بعيد عن الحاجات دي كلها، يجب أن نحيي من رفع رأس العرب وأفريقيا أمام العالم، أهلنا في المغرب، لهم كل التحية والتقدير، وأنا سعيد جدا بوجودهم معانا. إدارتي في المهرجان، أنا اتخطفت زي ما وفاء قالت، خطفتيني خطفة غير شرعية، إن أنا اكتشفت إن أنا بقيت مدير المهرجان. من شرم الشيخ جميلة، من جنوب سيناء الرائع، عبد الرحيم حسن مدير المهرجان، بحييكم وبقول لكم بالشباب، بجهود الشباب، ونحن لسنا مجرد إلا معاونين ليهم، أن يحتفى بهذا المنطقة الثقافي الفني، ويكون أول مجرى الدورة الأولى لمهرجان جنوب سيناء بهذا الشكل وبهذا التنظيم الرائع. الحمد لله ربنا يتمها على خير ونحقق اللي احنا بنأمله بإذن الله رب العالمين. طبعا احنا بنتكلم على جانب ثقافي فني بالنسبة للكبار والصغار، في تنوع مجالات متنوعة من الفنون،
وان شاء الله بيواكبها شيء رياضي، بيواكبها شيء اجتماعي، ورش فنيه. معانا من امريكا مستر ادم جاي يدي ورش الاطفال وجاي يدعم، فهي المساله اخذه شكل وحراك. اتمنى ان ينجح لانه هيصب في 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 بلد احنا بنحبها مصر، لان مصر اولا ثم نحن في ظهر اسم مصر نعلي من قدره في كل بقاعها، ونبدا بشرم الشيخ ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. أنا دكتور فراس الريموني، مخرج مسرحي من الأردن، مشارك كضيف شرف في المهرجان. المهرجان بصراحة من بدايته لمسنا التنظيم الجيد، وإن شاء الله يكون من المهرجانات التي تضيف لبنة جديدة لأفراح ومواسم الفن والإبداع المصرية والعربية. باعتقادي هذا المهرجان إن شاء الله راح يكون يعني لحظات فرح، يلتقي الجمهور مع الفعاليات المقدمة للفنون الشعبية والفنون المسرحية، وهناك كذلك لجان من فنانين كبار مصريين، قامات تحترم. باعتقادي أنه الدورة الأولى لهذا المهرجان تؤشر إلى مستقبل يعني مهم لهذا المهرجان واستمرارية في كل عام. لا شك أنها تقام في مكان كثير بديع، شرم الشيخ تفاجأنا بهذا المكان الجميل الرائع السياحي والفني والثقافي، وإن شاء الله أنه يستمر هذا المهرجان. وإحنا طبعا المشاركة الأردنية في فنون شعبية ومسرحيات، وإن شاء الله الجمهور المصري يكون في قبول لهذه العروض، ونقدر نعمل هذا اللي هو جسر التعاون والبناء. بالإضافة أنه إحنا راح نعمل اتفاقية مع إدارة المهرجان بين عشيات طقوس المسرحية.